الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم حبايبي متابعين حواء، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. تعالوا نعمل مع بعض كده إيه حاجة حلوة سهلة وسريعة، تقدري تقولي عليها صينية جلاش، تقدري تقولي عليها صينية بسبوسة، صينية بسبوسة مستخبية جوه صينية جلاش، ما تعرفيش إيه هي بالظبط. فهنشوفها مع بعض وهنشوف إيه هي مكوناتها والحشوة بتاعتها وإزاي بتحشيها وترصيها، كل دوت مع بعض إن شاء الله واحدة واحدة. تعالوا كده ندخل على الفيديو ونشوف إيه هي مكوناتنا. طبعا بداية أنا معايا إيه، معايا الجلاش بتاعنا. تمام، الجلاش أنا عندي الجلاش هنا دول، دي ده نص لفة كده، بصراحة أنا كنت مستخدماه قبل كده كان عندي، ودي برضو لفة زي ما هي كان عندي والله في الفريزر، ما إيه ما اشتريتش يعني. تمام، فتعالوا نشوف مع بعض هنبدأ إزاي ونشوف إيه هي الحشوة واحدة واحدة، ونبدأ كده نفرد الجلاش وناخد منه الوحدات اللي إحنا عايزينها. انا خرجت ايه ورقه جلاش بالشكل دوت، هبدا اخد ورقه واحده اهي، دي ورقه اهي شايفين، وهبدا ادهنها الاول بالسمنه. هشوف الحشوه دلوقتي مع بعض، خلاص اهي ادهني بس الورقه كلها كويس بالسمنه. طبعا احنا عارفين ان السمنه هي اللي بتخلي ايه الجلاش يورق معانا ويبقى مقرمش كمان كده وجميل وبتدي له طعم. السمنه بقى ايه براحتك، انا معايا حوالي ايه كوبايه من السمنه. عايزه سمنه بقى بلدي، عندك زبده هتحطي سمنه بلدي على سمنه عاديه، مفيش مشاكل، اللي يريحك واللي متوفر عندك. هي بقى الحشوه، الحشوه هي عباره عن ايه اهي، معايا هنا دي جوزه الهند ناعمه شويه، تمام ما تجيبيش الخشنه قوي، ومعايا معلقتين من سميد البسبوسه. حابه تكتري بقى اي حاجه فيهم عن الثانيه مفيش مشاكل، اللي يريحك اعمليه. حابه تزودي جوزه الهند وتقللي، تزودي السميد وتقللي جوزه الهند مفيش مشاكل، او العكس يعني اللي بيحبوه عندك اكتر هتعمليه. تمام، هخلط بقى الاثنين كده مع بعض اهو، السميد على جوزه الهند بالشكل ده. طبعا احنا عارفين ان السميد البسبوسه بينفش، فاي كميه منه هتبان معاكي بعد كده يعني لما بيتسقي بالشربات وبيقعد خلاص. وهاخد رشه خفيفه خالص شايفين اهو، رشرشي بقى ايه الورقه كلها، ما تسيبيش حته كده في الورقه ما تكونيش ايه حطيتي فيها من الحشوه. شايفين كل حته كده حاولي ايه تحطي فيها الحشوه بتاعتك بالشكل ده. وهبدا اعمل ايه دلوقتي، بصوا كده انا معايا الصينيه اهي، مدياها مسحه كده من السمنه، تمام مديها مسحه كويسه كده بالسمنه، وهبدا اكشكش الورقه بتاعتي زي ايه زي المروحه كده اهوت، او تعمليها اهو بصي هتمسكي كده وكشكشي صوابعك كده، بصوا بصوا انا صوابعي كده بتكشكش اهي وبتيجي معايا ايه الورقه. طبعا عشان انا دهنتها فايه هتبقى لازقه معاكي على من الحواف كده، فما تشديش جامد عشان ما تقطعش منك بالشكل دوت كده اهي. وهجيب الصينيه خلاص وهحط الجلاش بتاعتي كده في الصينيه. طبعا الحواف الصغيره دي هنقصقص الورقه على قد الجناب جوانب الصينيه يعني الصغيره. اول واحده بس جت معانا كده اهوت في البدايه هنحطها، تبداي بالنص كده وبعد كده ايه نملا الاطراف الصغيره. خلاص هعمل معاكم واحده تانية، معاكي واحده كده تاني اهو بصوا كده. طبعا دول دي يمكن ورقتين عشان انا لقيتهم لاصقين بس كده في بعض من هنا، ولو انا شلتهم هيتقطعوا معايا، فما فيش مشاكل ان انا اعملهم هما الاثنين مع بعض. خلاص ممكن الاطراف اللي ايه اللي تكون رافعه فيهم حبه ادهنها، وبعد كده هجيب ايه هجيب الحشوه اهي زي ما شفناها مع بعض، وهتدي برضو رشه واحده كده خفيفه بس في الورقه كلها، يعني رشه خفيفه بس المهم انك تملي الورقه كلها رش كده. تمام، وهبدا ان انا اخدها على ايدي كده اهي بالشكل دوت، انا عايزه اكشكشها كده. بصوا يا جماعه شايفين انا بعمل ازاي اهو كده، وبرفعها كده وبتني وبعمل كده اهو شايفين، وبتني كده وكده اهي، وبتني كده اهي زي ما كنت ايه بيعملوا المروحه كده زمان، وبرفع وبروح تانيه كده، وبعد كده اخر حافه بالشكل ده. هي يمكن اول حافه بس هي اللي طويله معايا شويه، دي هتنيها كده برضو. وهجيب الصينيه بتاعتي تمام
هروح حاطه كده بالشكل ده وتزنقيهم كده جنب بعض. تمام، لازم تحطيهم كده مع بعض، شايفه بالشكل ده؟ خلاص شايفين اهي معايا ازاي؟ دول كده حطيتهم اتنين جنب بعض. خلاص هبدا ارص الصينيه كلها وحدات وحدات. وبكده خلصت ايه لف صينيه الجلاش بتاعتنا بالبسبوسه زي ما انتم شايفين معايا. بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا جدا اهي. بصوا كده، طبعا انا خلصتها كده وزي ما قلت لك هنا هتبداي بالنص الاول، وبعد كده كل ما تضيق معاكي المسافه بتعملي الورقه وتقطعيها بالسكينه وتحطي البقيه وتكملي عليها، وهكذا على طول تقطعي الورقه مثلا ربع منها نصها، لغايه لما كل ما بتصغر معاكي لغايه الاخر كنت بقطع الورقه نصين، بحط النص هنا واحط نص هنا. تمام كده بالشكل دوت، بس سهله جدا جدا، ما فيش ابسط منها بالشكل دوت، اهو عملناها مع بعض. في الاخر كده في النهايه هديها ايه، بس قبل ما ادخلها الفرن معايا هنا هاخد برضو من السمنه بتاعتي وهعمل كده اهو. بصوا كده بس عشان الوش يطلع ايه برضو جميل كده واحمر معايا، وكمان يبقى مقرمش. همشي الفرشه كده عليها كلها بالشكل ده وعلى الحواف بتاعتنا طبعا، واحنا دهنين الصينيه بتاعتنا كويس عشان الارضيه بتاعه الصينيه تطلع معانا واخده لون ايه ذهبي كده وجميل. خلاص هاتين كده كلها زي ما قلت لك، مشغله الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط، مش اللي فوق الارضيه، على الرف الاوسط. هدخلها لغايه لما هتاخد معايا لون من فوق ومن تحت. لو حسيتي ان الصينيه بتاعتك فكت معاكي واخدت اللون من تحت وما اخدتش من فوق هتعملي ايه؟ طبعا هتطفي الارضيه وهتشغلي الشوايه وعينك عليها، ما تسيبيهاش، لان الجلاش خفيف جدا جدا من الحاجات اللي ما تستحملش النار. تمام، هي مش هتاخد كلها على بعض ربع ساعه في الفرن، هندخلها الفرن وبعد كده هنشوفها ونشوف السيرب مع بعض ان شاء الله. هدخلها وارجع لكم. كده خرجنا ايه صينية الجلاش بتاعتنا هي بالبسبوسة زي ما انتم شايفين، طبعا لسه السخونية فيها. تمام، معايا السيرب بتاعها، طبعا هتكلم معاكم على السيرب، بس الاول ننزل بالسيرب بتاعنا يعني على ايه صينية الجلاش. ليه لازم السيرب يكون بارد؟ اهو بصوا كده معايا السيرب بارد تماما، والصينية انا لسه مخرجاها من الفرن، فهبدأ اطش كده الاول اهو. سامعين؟ بصوا ما شاء الله وبتتشرب معايا ازاي بكل سهولة. وبعد كده هقول لكم دلوقتي واحنا شغالين على السيرب بتاعنا دوت كان ايه. انا ما عملتوش معاكم لان احنا عملناه مع بعض كذا مره على القناه. تمام، اسقي بس كده ايه صينيه الجلاش بتاعتي كلها علشان السميد اللي فيها يتشرب تماما ويلين معايا كده اهوت، وهغطيها طبعا علشان تاخد السخونيه وايه وتتشرب معايا كلها. وبكده نكون خلصناها اهي زي ما انتم شايفين. انا بعد ما سبتها هديت معاكم شويه، طبعا هقول لكم الاول على السيرب، طبعا انا ما عملتوش معاكم في الفيديو لان احنا عاملينه كتير مع بعض قبل كده، بس طبعا الصينيه حبيت اوريكم طريقه الايه الحشو نفسها والحشوه ايه هي مكوناتها علشان تبقوا عارفينها يعني مع بعض. طبعا السيرب كان عباره عن سيرب الجلاش عامه والبسبوسه بيبقى خفيف. تمام، انا بحب اعمله خفيف او وسط يعني، فانا حطيت ايه، حطيت كوبايه ونص من السكر على كوبايتين من الميه، كوبايه ونص سكر وكوبايتين ميه وعصره ليمونه. هترفعيهم على النار لغايه لما يبدا يغلي، هتهدي عليه النار لمده 7 دقائق او 10 دقائق، من 7 ل10 دقائق بالظبط لغايه لما يغلي معاكي، وبعد كده هتطفي النار وتحطي له ورقه من الفانيليا. خلاص كده، ده كده كان السيرب اللي احنا عملنا بيه صينيه الجلاش بتاعتنا. بصوا كده ما شاء الله شايفين الجلاش، اللهم بارك، جميله جدا ازاي. بصوا اللهم بارك، حاجه خطيره. تمام، واسهل واسرع تحليه ممكن تعمليها بصراحه، ما خدتش نص ساعه، كلها بالتسويه بتاعتها باللف، صينيه صغيره كده اهوت على طول، واعملي تحليه وايه سهله وسريعه للولاد. تعالوا نقطعها كده ونسمي الله ونشوف الصينيه بتاعتنا شكلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هقطع الاول بس كده حته ايه من النص. تعالوا كده نخرج مع بعض القطع اللي انا ايه قطعتها كده اهوت، وبعدين هبقى اقطع انا ايه للولاد. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا ما شاء الله شايفين اللهم بارك جميله ازاي. بصوا بصوا شايفين الورقات نازله لوحدها ازاي اهي، بصوا بصوا اللهم بارك، حاجه جميله. بصوا كده تعالوا نرفعها بقى على ايه الطبق كده ونشوفها مع بعض. شايفين؟ بصوا التسويه بتاعت الارضيه، انا بس مش عارفه ايه امسكها لكم تاني على ال، بصوا شايفين ما شاء الله، شايفين السيرب بتاعها اللهم بارك جميله، شايفين جميله ازاي.
بصوا بقى التورقات معايا، بصوا بصوا زي ما عملناها، شايفين الورقات؟ بصوا مفيش ورقه لازقه على الثانيه، كلها اهي شايفين، جميله جميله، والحشوه جواها اللهم بارك، وسميد البسبوسه تمام وخطيره كده اهو. الورقه على بعضها اهي، هي بصوا هي ما تتاكلش غير بالايد بصراحه، جميله. الله الله طعمها لذيذ. بصي شايفه انت الورقه، ورقه الجلاش واخده ايه القرمشه والتحميره المظبوطه من تحت ومن فوق، بصي كمان الارضيه، وقلب الجلاش طري كده اهوت معانا ولذيذ. بصي اللهم بارك، حاجه جميله جدا 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 وسهله وبسيطه في وقت الصيف دوت والحر دوت. لو انت عايزه تعملي تحليه مفيش اسرع ولا اسهل من التحليه بتاعتنا، هتعمليها زي ما قلنا في نص ساعه. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله، وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واختي وحبيبتي لو وصلت معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.